مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية، وفيها نستعرض أهم المستجدات في الملف الفلسطيني خلال الأسبوع ونضع الخبر الأبرز منها تحت الضوء. وفي الجزء الثاني سنناقش نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس واختيار إسماعيل هنية قائدا عاما لها خلفا لخالد مشعل، ولكن البداية دائما مع استعراض لأهم الأخبار الفلسطينية في أسبوع. ناشدت المحامية فدوى البرغوثي زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 3 أسابيع في سجون الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، ناشدت بابا الفاتيكان فرانسيس للتدخل لإنقاذ الأسرى قبل فوات الأوان. اعتذرت سلسلة مطاعم بيتزا هات بعد إعلان لفرع شركتها في تل أبيب سخر من الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون إضرابا عن الطعام منذ قرابة شهر في سجون الاحتلال. وأثارت الصورة غضب الفلسطينيين الذين أعلنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا من خلالها لمقاطعة سلسلة المطاعم بيتزا هات في العالم. فازت كتلة الوفاء التابعة لحركة حماس في جامعة بيرزيت في انتخابات مجلس الطلبة للعام الثالث على التوالي، بعد انتخابات شارك فيها نحو 10,000 طالب. وجاءت كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح في المركز الثاني، بينما حلت كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابعة للجبهة الشعبية في المركز الثالث. دعت حركة حماس أنصارها في الضفة الغربية إلى اختيار الأصلح والأقدر على خدمتهم في انتخابات المجالس البلدية التي ستجري السبت المقبل، مجددة تأكيدها على مقاطعة الترشح لهذه الانتخابات. صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانوني يعرف دولة الاحتلال بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي، ما من شأنه تكريس يهودية الدولة، بينما يقول منتقدو القانون إنه يتضمن تمييزاً ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. ويجب أن يخضع مشروع القانون للتصويت في 3 قراءات إضافية قبل أن يصبح جزءاً من القوانين الأساسية التي تشبه الدستور. من ذلك المشهد المتفاعل دوما نتوقف اليوم عند خبر إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى لقانون القومية اليهودية الذي اعتبره فلسطينيو الداخل تقنين للعنصرية ووصفوه بالأخطر على وجودهم، ونضع هذا الخبر تحت الضوء. أهلا بكم. فقد أقر الكنيسة الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي مقترح قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ويسعى القانون الجديد الذي قدمه رئيس الشباك سابقا أفي ديختر ودعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التثبيت بأنه لا يوجد حق لتقرير المصير في إسرائيل إلا لليهود. وينص مشروع القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود، ولغتها هي العبرية، والحقوق القومية تمنح فقط لشعبها اليهودي بما في ذلك حق تقرير المصير المقتصر عليهم. كما ينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة، ويجيز القانون إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق واعتبار الشريعة اليهودية مصدرا للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي. ومن المقرر تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشة وإضافة تعديلات عليه، ومن ثم إعادته للهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد اعتبرت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني ولجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين أن سن القانون هو في واقع الحال قوننة وتكريس للنظام الفصل العنصري الأبارتايد في إسرائيل، وإشهار للعنصرية التي تحافظ على الامتيازات لليهود دون العرب. وللوقوف على طبيعة هذا القانون والمخاطر المترتبة على إقراره، أستضيف عبر الهاتف الدكتور جمال زحالقة عضو الكنيسة ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير دكتور جمال.
يعني ما هي أهم مخاطر هذا القانون؟ وهل سيؤثر هذا القانون على هوية فلسطينية الداخل وحقوقهم المدنية في الدولة؟ القانون بلا شك خطير على مستويات عدة، ليس أقلها أهمية، ربما أهمها أنه عمليا يضع بنود في القانون الإسرائيلي تمنع أي إمكانية لتطبيق حق العودة، بمعنى جعل العودة أمر غير قانوني وفق القانون الإسرائيلي، لأن الدولة هي دولة يهودية ولليهود فقط، ويجب المحافظة على طبيعها إلى آخره من الأمور، بمعنى أن هذا القانون يمس اللاجئين الفلسطينيين عموما. هذا القانون يمس حقوق الفلسطينيين في الداخل على كل المستويات حقيقة. لماذا على كل المستويات؟ لأن هذا القانون إضافة إلى البند الأول فيه يقول أن الدولة يهودية والدولة لليهود فقط وحق تقرير المصير لليهود فقط فيها، ولكن في هذا البند يعني هناك بند خطير جدا يقول أن كل القوانين الإسرائيلية تخضع لهذا البند وتفسر القوانين وفق هذا البند، بمعنى أنه بكل مجالات الحياة يمكن أن يكون هناك تمييز عنصري ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل على أساس هذا القانون. لكن دكتور جمال، ليس هناك دستور للدولة، بمعنى يعني القانون الأساسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو كما يبدو أقل عنصرية هذا القانون؟ هذا هو الدستور الحقيقة، هذا هو الدستور، لأنه في إسرائيل لا يوجد رسميا دستور، لا يوجد رسميا دستور، في إسرائيل يوجد ما يسمى قوانين أساس، وحتى الآن كان التعريف المتداول هو أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، الآن وفق هذا القانون هي دولة يهودية نقطة وفقط. هذا هو الأمر القانون. القانون ينص أيضا يعني على أن تكون هناك مستوطنات وبلدات لليهود فقط، هذا هو أمر يعني كان واقعا لكن الان اصبح قانون. تخيل انه الان هذه البلدات يجري الحديث عنها هي حوالي 70% من مساحه البلاد ولا يحق للعرب السكن فيها، فهذا هو ابارتهايد، ما هو الفصل العنصري، يعني يسكن كل ابناء قوميه بمكان مختلف عن الاخرين، هذا هو الفصل العنصري كما كان في جنوب افريقيا بالضبط، يعني هناك اماكن الان ممنوع السكن للعرب فيها، ولكن يأتي القانون الآن ويقول ممنوع لكم السكن. طيب. الأمر أصبح أمر قانوني، هذا يكشف طبيعة العنصرية هي الدولة العبرية. وأنا أريد أن أنوه القانون يؤكد ما نقوله دائما أن العنصرية الإسرائيلية ليست عنصرية دينية، هذا خطأ شائع، عنصرية استعمارية كولونيالية، وتأكد أنه أهم بند في القانون هو إقامة المستوطنات والبلدات لليهود فقط. طيب يا دكتور جمال، يعني هل يفاجئكم مثل هذا القانون العنصري، وما هي فرص أن يمر هذا القانون في القراءة الثانية والثالثة؟ لا الحقيقة نحن لا يعني لا يفاجئنا هذا، ولكن نحن يعني نرى هناك خطر على وجودنا، ونحن نقوم في معركة حقيقة مفتوحة مع الحركة الصهيونية على كافة الجبهات، ومن هذه جبهة القوانين، ونحن يعني علينا أن ننشر هذا القانون في العالم حتى يعرف القاضي والداني أنه نحن نواجه نظام فصل عنصري، وأن العنصرية ضدنا هي محرمة دوليا، لأنه العنصرية ليست شأنا داخليا للدول، وأيضا أنه إسرائيل تضع العراقيل الدائمة في موضوع منع أي تسوية عادل وفق قرارات الأمم المتحدة. الآن هل سيمر الثانية والثالثة؟ أنا يعني أريد أن أرجعك وأقول أني أشكك في أن يمر هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدة اعتبارات. أولا أنا أعول على الحقة الدولية التي نقوم بها والضغوط على الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وتوجه لتفعيل ضغط على إسرائيل لوقف هذا القانون، ولكن هناك معارضة لهذا القانون بالذات من الأحزاب الدينية اليهودية لاعتباراتها الخاصة، ليس لأنه عنصري، ولكن لأنها لا تقبل التعريف الصهيوني العلماني
لمفهوم الدولة اليهودية، فلهذا السبب هم يقولون أنهم لن يسمحوا بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة. لا نعرف ماذا سيحدث بالضبط. بالضبط الآن هو مرة بالقراءة التمهيدية الأولى أو قبل الأولى التمهيدية بأغلبية كبيرة، لكن بأغلبية 48 جزء لكن هناك إمكانية لحجز هذا القانون ووقف نفسه، كما أن هناك إمكانية لوقف قانون الأحزاب حقيقة، لأن أيضا الأحزاب الدينية ترفض هذا القانون لأنها تخشى أن يجري تطبيق قوانين هذا النوع. طيب دكتور جمال، أنا أتفاهم سياسي، اسمحني شوي لأن أنا برأيي هذا مهم. نعم. بنيامين نتنياهو رب يعني سيحاول استعمال هذا القانون لصالحه، بمعنى أنه قد يطرح هذا القانون لاحقا للقراءة الثانية والثالثة وعدالة في الانتخابات، لأنه الآن مع وقت على 20 إعلان انتخابات أتاتا، وهذا يعني نجاح بنيامين نتنياهو هو يحاول مراوغ ويتلاعب بهكذا أمور، وهو فعل ذلك في الماضي. انتخابات 2015 في إسرائيل أعلنت بالضبط لأن الكنيسة لم تقر قانون القومية أعلنت فيها الانتخابات. رسم الآن هو يحاول أن يعيد الفرقة لأنه وقع التطورات في ملفه الجنائي في الرشوة التي والفساد قد يقرر أن يعلن انتخابات وهو بحاجة إلى تبرير لهذا الأمر والآن هو التدبير. طيب دكتور، يعني هل يمكن أن يؤثر مثل هذا القانون في حال إقراره؟ أنت قلت أنه يؤثر على بشكل أساسي على حق العودة للمواطنين الفلسطينيين وعلى حقوقنا في الداخل، وهنا يعني يخطر بالبال السؤال عن عملية السلام والتسوية التي جزء من الملفات الرئيسية فيها ملف العودة واللاجئين. هل يمكن أن يؤثر مثل هذا القانون على عملية السلام نفسها؟ هل يقطع الطريق على حل سلمي حقيقي يعيد للفلسطينيين حقوقهم؟ لا، الحقيقة إسرائيل قاطعة الطريق بهذا القانون أو بدونه، ولكن علينا أن ننتبه أنه في السنوات الأخيرة إسرائيل تسن القانون تلو الآخر لحجز ومنع أي إمكانية للتوصل لتسوية، منه قانون القدس أنه بحاجة ل 80 صوت لأي انسحاب من القدس أو من السودان المحتل. هناك قانون المطالبة بحقوق اليهود في الدول العربية، وقانون الآن تعريف إسرائيل كدولة يهودية والمطالبة من مطالبة العالم بالاعتراف بها كدولة يهودية، كلها أمور تقطع العراقيل أمام التسوية السياسية. التسوية يعني أنت لا تستطيع أن تعطل ما هو معطل أصلا، والتسوية السياسية معطلة بدون الواسطة. طيب الحملة الدولية التي ذكرت يا دكتور جمال لفضح دولة إسرائيل وممارساتها العنصرية، يعني هل لمستم أن هناك أي قدر من التعاطف مع ما تطرحون لدى الجهات الأوروبية والغربية عموما، وخاصة أن هذا القانون صحيح أنه ربما الأخطر كما وصفه يعني بعض السياسيين من أحزاب الفلسطينيين في 48، إلا أن هناك مواد كثيرة في القوانين الإسرائيلية تصل إلى عشرات ربما 70 أو 80 مادة تتعارض مع قوانين دولية وتبدو أنها عنصرية والعالم يسكت؟ لماذا يسكت العالم على ذلك؟ هل هو تقصيركم في فضح دولة إسرائيل أم أن هناك أسباب أخرى تجعل الغرب يصمت أمام مثل هذه القوانين العنصرية؟ يعني الحقيقة أن إسرائيل مدللة في كل ما يتعلق بسياساتها وقوانينها وممارساتها العنصرية والاستعمارية والتوسعية، هي مدللة لأن العالم لا يحاسبها لأنها تخرق القانون الدولي. هذه الحقيقة، يعني هذا أمر ليس بجديد، نحن نقوم بكل الجهود لفضح السياسات الإسرائيلية، ولكن ننظر يعني كيف العالم يسكت على إسرائيل حين تقتل 2200 فلسطيني في غزة، فكيف نريدها ان يعني ان يضغط عليها العالم فعلا بسبب سن قانون هنا او هناك. هذا القانون حقيقه انت اشرت الى القوانين الاسرائيليه، هو يختلف عن كل القوانين الاسرائيليه. انا قلت انه هذا اخطر قانون منذ عشرات السنين، لماذا؟ لانه يعتبر ام القوانين، بمعنى قانون فوق كل القوانين، كل القوانين تخضع له. يعني هو يبرر، هو ليس قانون عيني محدد عن قضيه عينيه، وانما قانون كل شيء، ان النظام في اسرائيل يخضع لكون الدوله دوله يهوديه. هذه المشكله، هذا هو الخاص بهذا القانون.
وليس مثل القوانين الأخرى، هو أخطر منها بكثير. طيب ماذا عن موضوع اللغة دكتور جمال؟ موضوع اللغة يبدو أن القانون خفض من أهمية اللغة العربية والتي كانت اللغة الثانية للدولة، وأصبحت لغة ذات ميزة خاصة أو عبارة من هذا القبيل في القانون، ما تأثير ذلك؟ يعني أولا دعنا نضع الأمور في نصابها، اللغة العربية كانت قبل إسرائيل وستبقى بعدها، فهي لغة البلاد والأرض عندنا تتكلم عربي، والأرض تتكلم عربي عندنا في فلسطين، وهم يحاولوا تشويه لغة البلاد بفرض اللغة العبرية عليها. الآن طبعا هذا محاولة لتهويد اللغة وتهويد الحديث في هذه البلاد وتهويد الأسماء وتهويد الكلام وجعل اللغة العربية أمرا هامشيا هنا. وأيضا هذه معركة هم ليس فقط يعادون الفلسطينيين وإنما يعادون لغتنا، ونحن هنا علينا أن نشدد على لغتنا، وفي الداخل نقوم بجهود كبيرة جدا لحماية اللغة العربية لتطويرها ولتدريسها ومنع الناس هنا من الحديث باللغة العبرية، لأنه لا نريد للغتنا أن تتعبرن أو أن تتأثر بهيمنة اللغة العبرية التي تفرضها إسرائيل علينا. طيب أخيرا دكتور جمال، واضح أن هذه الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال هي لتكريس مفهوم يهودية الدولة، يعني هل بات الوقت قريبا لاعتبار أن اليهودية هي سبب المواطنة في دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل تعرف نفسها كدولة يهودية، وهذا هو جوهر الصهيونية، ونحن يعني نرفض هذا الأمر، ونطالب ونقول بأن الدولة يجب أن تكون لجميع المواطنين. الحقيقة هذا هو مشروعنا المعادي والمناهض للصهيونية، أنه تحويل الدولة من دولة يهودية إلى دولة لكل مواطنيها، ولكن إسرائيل حتى هذا الأمر البسيط ترفضه. نحن نعرف أن كل دول العالم هي دول لجميع المواطنين بمساواة بينهم كمواطنين، هذا الأمر مرفوض في إسرائيل، ولهذا السبب هذا القانون يؤسس رسميا إلى نوعين من المواطنة، واحدة للعرب وواحدة لليهود عندهم امتيازات، وأخرى للعرب الفلسطينيين في الداخل وحقوقهم منقوصة. مفهوم الدولة اليهودية وفكرة الدولة اليهودية هي أمر في غاية الخطورة، على هذا الأساس يجري نفس أي عملية وفق هذا المبدأ. يعني إسرائيل تتوسع وإسرائيل تحتل وإسرائيل تريد أن تهود المكان وإسرائيل تطرد الناس وإسرائيل تمنع أي حل سياسي وتمنع عودة اللاجئين، كله على أساس أن الدولة هي دولة يهودية. وبالاعتقاد أننا يجب أن نمسك الثور بقرنيه وأن نواجه هذا المفهوم وهذه البنية وهذا النظام في إسرائيل، ونشرح للعالم أنه لا يختلف إلا قليلا عن نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. صحيح هو ليس نسخة طبق الأصل عن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولكنه بالتأكيد من نفس العائلة. طيب دكتور جمال، يعني اسمح لي أختم بهذا السؤال، هل هناك حراك شعبي يفترض أن يقوم به أهلنا وإخواننا الفلسطينيون في داخل الدولة لمقاومة هذا المشروع؟ اللجنة العربية للمتابعة مثلا أو غيرها من الأحزاب والتجمعات والمؤسسات المجتمع المدني؟ نحن نقوم بحملة واسعة جدا لإفشال هذا القانون، وأمل أن ننجح في ذلك، أن نحشر إسرائيل في الزاوية بهذا الموضوع. وبكل الأحوال ستكون هناك معركة جماهيرية وعلى كل المستويات، المستوى الدولي ومستوى العمل عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحراك الجماهيري، كل هذا في الفترة المقبلة لمنع الاستمرار في سن القانون. أشكرك دكتور جمال زحالقة، عضو الكنيسة ورئيس الكتلة البرلمانية عن القائمة المشتركة، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. والآن مشاهدي الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنناقش بعمق قضية الأسبوع ونفتح الحوار حول نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس واختيار إسماعيل هنية قائدا عاما للحركة، ونتحدث عن الدلالات والأولويات والتحديات المترتبة على ذلك، فأرجو التفضل بالبقاء معنا.
1897 عقد المؤتمر الصهيوني الأول، وتم العمل على إنشاء وطن قومي لليهود. تسعة وستون عاماً، ذاكرة لا تمحى، نكبة فلسطين. الله أكبر. خلف كل حرب حكاية، ولكل حكاية أحداث وتفاصيل. فرقت ترى هون، جينا نشوفه ولا لقيت أمي هون ميتة. وبين الحكايات تبحث الحوار عن الإنسان. الحوار دوما مع الإنسان. عبد الرزاق إبراهيم عبد الرزاق الصالحي، من مواليد الليد في 48، وهجرنا مباشرة على نابلس ورجعنا تاني على غزة في معسكر النصيرات. والله أنا اللي شايفه للأمانة عبه الوضع اللي احنا فيه، إنه الموت يعني الواحد يموت عن جد في أرضه وفي بلده ولا يطلع برا. والله للأسف الشديد يعني أنا بقولها يعني بحكيها بكل مرارة، إنه دشربوا مدينة اللد يعني تقاوم لحالها بدون أي نوع من المساعدة للأسف. والله أحفادي الكل بيعرف إنه من اللد وساكنين تقريبا، كنا عند المقبرة الشمالية. والله بتمنى عبر قناة الحوار اللي بارك الله فيهم وشرفونا على مخيم سواد، بتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يجمع وحدة الكلمة الفلسطينية، وإنه يكونوا فعلا أقوياء بحيث إنه يصبروا وعلى أساس إنه يتحملوا برضو الوضع اللي هم فيه، وإنه إن شاء الله رب العالمين ربنا بيكتب لهم النجاح وبيكتب لهم 69 عاما، ذاكرة لا تمحى، نكبة فلسطين. أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، ونناقش فيه قضية الأسبوع. والقضية التي نركز عليها هذا الأسبوع هي نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس واختيار إسماعيل هنية قائدا عاما للحركة خلفا لخالد مشعل، ونبحث في أولويات القيادة الجديدة وتحديات المرحلة. فقد أعلنت حركة حماس يوم الأحد الماضي عن انتهاء كافة مراحل انتخاباتها الداخلية بعد أن عقد مجلس الشورى العام للحركة في دورته العادية السبت الماضي، وتم خلال الجلسة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي خلفا لخالد مشعل. كما انتخبت الحركة أعضاء المكتب السياسي، وتم الإعلان عن أسماء عدد من هؤلاء، أبرزهم موسى أبو مرزوق، يحيى السنوار، صالح العاروري، خليل الحية، ومحمد نزال، وماهر عبيد، وعزة الرشق، وفتحي حماد. وكان يحيى السنوار انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحماس في قطاع غزة خلفا لهنية في فبراير شباط الماضي من خلال انتخابات داخلية للحركة أجريت على مستوى مناطق القطاع المختلفة، بينما لم تعلن الحركة عن مسؤوليها في منطقتي الضفة والخارج. وكانت حماس أصدرت مؤخرا وثيقة المبادئ السياسية العامة للحركة في مؤتمر صحفي عقده رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل في الدوحة. ولمناقشة نتائج انتخابات حركة حماس الداخلية واختيار هنية قائدا عاما للحركة والتحديات التي تواجه القيادة الجديدة، يسعد الترحيب هنا في الاستوديو بالدكتور أحمد عطاوني مدير مركز رؤية للدراسات. ولكن اسمحوا لنا أولا أن نشاهد هذا التقرير. في أول ظهور له منذ توليه مهام رئاسته للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلن إسماعيل هنية من قطاع غزة عن قاتل القائد القسامي مازن الفقهة
الذي اغتيل قبل حوالي 40 يوما في ظروف غامضة. أن القاتل المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية. ليحمل إعلان هانية رسائل متعددة عن تماسك الوحدة الداخلية للحركة بعدما خلفته الجريمة من شكوك حول اختراقات إسرائيلية داخلية. رسالة أخرى ربما تكون أكثر أهمية تؤكد على أن القسام والمقاومة هما على رأس أولوياته في المرحلة القادمة، مبدداً بذلك جدلاً أثارته وثيقة حماس التي أعلنت قبل أيام من انتخاب القيادة الجديدة، وخاصة عند حديثها عن قبولها بدولة على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. رسائل واضحة حملها الخطاب الأول، لكن التحديات التي ستواجهها حماس وقيادتها الجديدة أكبر من رسائل الخطاب. فالانقسام بين الضفة الغربية وغزة هو أحد الملفات الساخنة على أجندة هنية، وحصار غزة المستمر منذ أكثر من 10 سنوات ملف آخر على طاولة القيادة الجديدة. حاولت وما تزال حماس تجاوز تداعياته، لكنها لم تنجح في إقناع القيادة المصرية حتى الآن بفك الحصار. فهل سينجح هنية فيما فشلت فيه القيادة السابقة؟ سؤال ستجيب عليه الأسابيع والأشهر القادمة، لكن المؤكد بأن الحصار والانقسام ليسا التحديات الوحيدة أمام هنية، فما يشهده الإقليم من أزمة داخلية وحروب يفرض على حماس التحرك في حقل ألغام ليس من المستبعد أن تصاب ببعض شظايا انفجاراته. رياح إقليمية عاتية يوازيها تحولات دولية عاصفة، وبين هذا وذاك تسعى حماس للنجاة، فهل ينجح هنية في قيادة حركته إلى بر الأمان، أم أن تسونامي التغيير أعتى وأكبر؟ أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، أهلا بك أستاذ أحمد. دكتور أحمد، الحقيقة نريد في البداية أن نتحدث عن قراءتك للعملية الانتخابية ودلالات نتائجها داخل حركة حماس. أشكرك جزيلا. بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. ما يمكن أن يقرأ في انتخابات حركة حماس ونتائج هذه الانتخابات الكثير، لكن أود هنا تسليط الضوء على أبرز ما يمكن أن يقرأ فيها. أولا، رغم المشهد السياسي الفلسطيني أو الحالة التي يسودها الجمود في المشهد السياسي الفلسطيني، إلا أن حركة حماس أثبتت أنه لا زال لدى الحركة الوطنية الفلسطينية حيوية وطاقة وإمكانية للتجدد. القضية الأخرى، ثبت أن لدى الحركة الوطنية الفلسطينية أو جزء رئيسي من الحركة الوطنية الفلسطينية متمثلا في حركة حماس الإمكانية للتعامل مع مصادر التشديد ومصادر الحصار المختلفة، وللتعامل مع حالات الانقسام والجغرافيا المختلفة، واختراع آليات ملائمة لتجاوز هذه التحديات وإنجاز انتخابات في ظروف غاية في التعقيد. قضية ثالثة لعله، أثبتت حركة حماس بأن الخوف السائد في العالم العربي من التغيير هو وهم وليس خوفا حقيقيا، وأن التغيير ممكن وليس بالضرورة أن يكون معنى التغيير في شكل الحكم أو في القيادة يقود بالتأكيد إلى نهايات سيئة أو سلبية. ها هي حركة محاصرة وتحت الضغط الإقليمي والدولي وتحت ضغط الاحتلال المباشر تنجز انتخابات وتغير قيادتها التاريخية. هل يمكن أن ينعكس هذا التجديد وهذه الديمقراطية في حركة تحت الحصار وحركة ربما إرهابية في نظر كثير من القوى الدولية والإقليمية وحتى العربية للأسف الشديد، هل هذه العملية والتجديد والحراك الديمقراطي ونجاحها في تحدي الديمقراطية سينعكس على المشهد الفلسطيني برمته تعتقد؟ أعتقد ذلك، لا بد أن ينعكس، وإن لم ينعكس سيكون هذا تعبير سلبي جدا في الحالة الفلسطينية. لماذا لا بد أن ينعكس؟ أولا، لأن حركة حماس أحدثت تغييرا قياديا، ومعروف في كل المستويات الحزبية والدول التي تحدث فيها تغييرات أي قيادة جديدة تأتي ولديها نفس جديد، همة جديدة، إرادة جديدة، لديها الجرأة ولديها الشرعية الانتخابية التي قد تمكنها من اتخاذ قرارات كانت القيادة السابقة مترددة أو لعلها تنتظر القيادة الجديدة لتقوم بها، وبالتالي ستكون القيادة الجديدة أكثر جرأة في اتخاذ خطوات معينة على صعيد الساحة الفلسطينية، خلافا لما يعتقد البعض من أن الانتخابات قد تحدث يعني نوعا من الجمود. أنا أعتقد بأن هذه القيادة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة في الإطار الوطني، هذا على صعيد. على الصعيد الآخر،
هذه ستوجه رسالة قوية للمكونات السياسية الفلسطينية الأخرى والأحزاب السياسية الأخرى بأن التغيير واجب في الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى مستوى القيادة السياسية الفلسطينية. أعتقد أن من أهم ما يواجه الحركة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني هو حالة، إذا جاز التعبير، التكلس القيادي في الفصائل الفلسطينية. نحن نرى الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عقود والقيادات ذات القيادات والوجوه ذات الوجوه، وبالتالي أصبح هناك في حالة من الجمود. لذلك ينبغي على كوادر وقيادات الفصائل الأخرى أن تضغط، وتضغط بشكل جاد، على أن تحدث تغييراً داخلياً. على هذا التغيير في البنى السياسية والقيادات السياسية الفلسطينية يحدث تغييراً على مستوى الحالة الوطنية والمشروع الوطني. طيب، اسمح لي الآن نشرك معنا سيد حسام بدران القيادي في حركة حماس من الدوحة. سيد حسام عبر سكايب، أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، يا مرحبا. أستاذ حسام، يعني في البداية نبارك لكم هذه العملية الديمقراطية داخل حركة حماس، والسؤال هو ماذا بعد؟ ما هي أبرز التحديات أمام هنية والمكتب السياسي الجديد؟ وهل سنلحظ أي تغييرات في سياسة الحركة بعد هذا التغيير في المشهد القيادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا نتحدث عن حركة التحرر وعن ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وحتى على المستوى المحلي الفلسطيني. ورغم كل ذلك أصرت الحركة على الاستمرار في نهجها الديمقراطي السوري، وذهبت إلى انتخاباتها الداخلية غير متذرعة بالتعقيدات الحالة الفلسطينية ولا إشكاليات الجغرافيا هنا أو هناك، وقامت بتغيير حتى على مستوى رأس الهرم، بحيث تم انتخاب الأخ إسماعيل هنية خلفاً للأخ القائد خالد مشعل. لا شك أننا نتحدث عن مرحلة صعبة وحساسة في القضية الفلسطينية، وربما هذه جملة تقال يعني في غالبية أوقات القضية، لأن القضية في رمتها فيها الكثير من التعقيدات. لكن بلا شك نحن نعيش حالة ربما أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً مما سبقها، ومع ذلك أنا أقول أن حركة حماس كانت وما زالت وستبقى بإذن الله حركة مؤسسات وحركة مبنية على شورى وديمقراطية وعلى قيادة جماعية. صحيح أن رأس الهرم له بصمته وله أثره في أي حركة ومن ضمنها حركة حماس، لكن السياق العام والمنهج العام والسياسات الكبرى هي تؤخذ عبر مؤسسات الحركة وأطرها القيادية. نحن نتحدث عن ربما محطات لافتة خلال شهر وأقل من شهر قامت فيها حركة حماس، أولاها إعلان الوثيقة السياسية والتي كانت نتيجة ل نقاشات معمقة وحوارات داخلية استمرت سنوات طويلة، ثم جاءت الانتخابات الداخلية بهذه السلاسة وبهذه الأخوية والتوافق، وجاءت نتائجها كما يعني أعلن عن بعضها على الأقل على وسائل الإعلام. ثم رأينا في الضفة الغربية تحرك انتخابي على مستوى جيل الشباب وفوز الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس في جامعة بير زيت، وبالأمس كان أيضاً تحرك وإنجاز أمني بإعلان رئيس الحركة في قطاع غزة الأستاذ إسماعيل هنية الرئيس العام لحركة مع رئيس المكتب السياسي، بإعلانه عن نتائج التحقيق في ملابسات اغتيال الشهيد القائد مازن فقاه. نحن نتحدث عن حراك داخلي وسياسي وأمني وتحرك جماهيري وطلابي، كل ذلك إن شاء الله يبشر بخير لحركة حماس ولمجمل التحرك الفلسطيني الداخلي. لكن سيد حسام، لا شك أن وجود القيادة العامة للحركة في قطاع غزة من وجهة نظر البعض لها استحقاقات وربما تشكل تحدي حقيقي للحركة، بحيث أن هناك تهديد دائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذه القيادة، سواء كان عبر الحروب أو الاغتيالات كما حصل مع القيادي الفقهاء مؤخرا. فهل الحركة مستعدة لمثل هذا الخيار؟ وهل أخذت بالاعتبار السلبيات والمحددات التي تفرضها مثل هذا الشكل من القيادة في داخل القطاع المحاصر، الذي ربما خروج إسماعيل هنية سيصبح بأثمان سياسية كما يقول البعض؟ يعني أولا، اختيار القيادة في داخل حركة حماس يحددها أبناؤها من خلال العملية الانتخابية وفق اللوائح والأنظمة المتبعة والمتوافق عليها. صحيح أن الظروف قد تؤثر على تحرك رئيس الحركة هنا أو هناك، لكن هذا الكلام أيضا كنا نسمعه عندما كان الأستاذ خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي طيلة السنوات الماضية، وكان البعض يقول بأن الجغرافيا ومكان
تواجد القيادة ربما له تأثير أو ضغوطات أو حسابات سياسية هنا أو هناك، والآن ربما يقال نفس الشيء عن وجود رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة. من حيث المبدأ أشخاصنا كقيادات ليست في الحسبان يعني أن تؤثر على قراراتنا السياسية، بمعنى أن التهديدات بالقتل أو الاعتقال أو الملاحقة أو الطرد حتى من بلد إلى آخر في الخارج، كل ذلك لا يدخل في حساباتنا كحركة ولا في قراراتنا السياسية ولا في علاقاتنا الداخلية أو الإقليمية أو في نظرتنا إلى الصراع مع المحتل. سبق للاحتلال أن اغتال مؤسس الشيخ أحمد ياسين ثم الرنتيسي وغيره من القيادات الكبيرة والصف الأول في الضفة وفي قطاع غزة، وذلك لم يؤثر على قرارات الحركة. طبعا نحن نتمنى السلام لقيادتنا ولشعبنا ولكوادرنا، ونأخذ بكل الأسباب من أجل حمايتها ومن أجل أن تقوم بدورها في العمل الوطني الفلسطيني. طيب أرجو أخ حسام أن هذا الجانب في هذا المجال إن شاء الله. سيد حسام أرجو أن تبقى معنا، أعود إليك بعد أن نشرك معنا الدكتور أحمد. دكتور، يعني هنية موجود في غزة، عدد من قيادات الحركة لا شك يعني موجود أيضا في قطاع غزة، هل يؤثر ذلك على قدرة حركة حماس على الحركة على الإلمام بشؤون يعني ما يستلزمه قيادة المجتمع الفلسطيني، وخاصة أن الفلسطينيين أكثر من نصفهم موجودين في الشتات؟ ثم الابتزاز السياسي حسام لم يتحدث عن مثلا معوق آخر اللي هي الحركة من معبر رفح والحصار على قطاع غزة، هل فعلا هذا سيؤثر على أداء الحركة في المرحلة القادمة؟ يعني مع كل التقدير والاحترام لوجهة نظر الأخ حسام بدران في هذه القضية، وهو يجب أن يتحدث بهذه الطريقة أعتقد، لأن حركة المقاومة لا ينبغي أن تقر بأن الضغوط يمكن أن تؤثر فيها، لكن أعتقد أن الظروف الموضوعية وبنظرة موضوعية إلى هذا المشهد أقول وبوضوح أن هذا يمكن أن يؤثر ويؤثر جديا. هذه المرة الأولى التي تكون فيها قيادة حركة حماس، رأس قيادة حركة حماس في الداخل، وليس في الداخل فقط وإنما في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وحصار مشدد. هذا سيؤثر بالتأكيد على قدرة حركة حماس وبالذات في الشق السياسي منه. نحن نعرف أن رمزية رئيس الحركة وقائد الحركة تحدث تغييرا جديا في العلاقات السياسية. كنا نشهد رئيس حركة حماس السابق الأستاذ خالد مشعل في مؤتمرات حزبية وفي زيارات رسمية ومع زعماء ومعرؤساء دول، وهذه أعتقد في الظرف الحالي ليس فقط حماس وإنما الحركة الوطنية الفلسطينية، القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالذات بأمس الحاجة إلى هذه العلاقات السياسية التي لرئيس الحركة دور مؤثر فيها. للأسف بسبب الوضع القائم في الإقليم وبالذات في جمهورية مصر العربية، أغلب الظن أن هذا سيؤثر على حركة السيد إسماعيل هنية، وهذا بالتالي ممكن أن يؤثر على القدرة السياسية والأداء السياسي لحركة حماس. لذلك أنا أعتقد أن من المنطقي أن يسعى أو تسعى قيادة حماس لكي يتواجد السيد إسماعيل هنية خارج قطاع غزة، ليس بالضرورة أن يكون بشكل دائم، وإن كنت أرى أنه من المنطقي أن يكون بشكل دائم، لأنه كما تفضلت أستاذ زاهر غالبية الشعب الفلسطيني هم في الشتات، وغالبية الشعب الفلسطيني الذين يتواجدون في دول مختلفة يجب أن يتم العمل بشكل كثيف على تأطيرهم من أجل خدمة المشروع الوطني، ولوجود رئيس الحركة بينهم بغض النظر عن أي جغرافيا دور مهم وتأثير فعال. طيب في هذا اسمح لي أعود إلى سيد حسام في الدوحة. سيد حسام، هل سيبقى يعني إسماعيل هنية في غزة أم أنه ينوي الخروج للإقامة حيث أنتم في الدوحة في قطر؟ يعني بداية نحن لا نصر على بقاء الأستاذ إسماعيل هنية في قطاع غزة، يعني هذا أمر قابل للنقاش والحوار على المستوى الداخلي، ولا شك أن هناك أطراف أيضا إقليمية يعني هي تؤثر وهي تملك يعني القرار في تحركه من حيث المبدأ بحسب الإجراءات العملية. لكن أيضا أنا أضيف أن وجود قائد الحركة ورئيس المكتب السياسي في داخل فلسطين وبالذات في قطاع غزة، صحيح أن هناك حصار وأن هناك تضييق وأن هناك يعني ضغوطات سياسية ربما تؤثر يعني هنا أو هناك، لكن وجوده رمزيا في قطاع غزة المحرر نسبيا من قوات الاحتلال لا شك أن هذه أيضا قوة يعني نقطة قوة لدى الحركة، ويمكن أن نستفيد منها بالالتفاف الجماهيري وأن تكون القيادة بين أبناء شعبنا المحاصر والذي يذوق ويلات الحصار وحتى الاعتداءات الصهيونية المتكررة. أما الحراك السياسي بلا شك أن وجود الرئيس المكتب السياسي في الخارج يعني هو عامل انفتاح ويسهل هذا الحراك، لكن كما قلت نحن نتحدث عن حركة مؤسساتية وبالتالي
هناك شخصيات قيادية في المكتب السياسي موجودة في الخارج يمكن أن تساهم في هذا الباب وتسد على الأقل جزء من النقص مع غياب رئيس الشركة. لكن أيضا الأستاذ إسماعيل هنيه كان قبل فترة موجود في الخارج وربما أيضا في فترات قادمة يكون موجود في الخارج ليمارس دوره بشكل مباشر وشخصي في موضوع العلاقات السياسية والجماهيرية والحزبية. سيد حسام، في البداية ذكرت أنه أعلن عن عدد أو عن بعض أسماء قيادة حركة حماس ولم يعلن عن الباقي، ومعروف أن حركة حماس هناك ثلاث مناطق أو أقاليم هي غزة والضفة الغربية والخارج. يعني ماذا عن انتخابات حماس في الخارج، ولماذا يعني حماس لا تعلن عن قيادتها في الخارج كما أعلنت عن قيادتها في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وما هو حجم ومساهمة الضفة الغربية في عملية الفرز القيادي ضمن الظروف الأمنية التي يعيش أهل الضفة؟ يعني أولا وضع الضفة وضع استثنائي بسبب وجود الاحتلال ووجود أيضا التنسيق الأمني، وبالتالي حركة حماس بقياداتها وكوادرها في الضفة الغربية طبعا يشاركون في هذه الانتخابات لكن بطريقة يعني ربما فيها شيء من التعقيد ولا مجال لشرحه في وسائل الإعلام، لكن ممثليهم موجودين في قيادة الحركة سواء في مجلس الشورى أو حتى في المكتب السياسي، بعضهم كما أعلن مثل الشيخ صالح العروري هو أصلا من الضفة الغربية وهو منتخب عبر آليات الانتخاب من الضفة الغربية وإن كان الآن يعيش طبعا خارج فلسطين بسبب الإبعاد وبسبب ظروف الاحتلال. الإخوة في الخارج هناك أسماء أعلنت، الأستاذ عزة الرشق والأخ محمد نزال، وبالتالي الإعلان عن كافة أعضاء المكتب السياسي هذا أمر مرتبط بحسابات أمنية وسياسية وأحيانا قانونية ومرتبطة بطبيعة الشخص وطبيعة تواجده وهل هو شخص سري أو شخص علني في الأصل. يعني حتى أعضاء المكتب السياسي في قطاع غزة الذي تتحرك فيه حماس بسهولة لم تعلن كل الأسماء، هناك حسابات دقيقة ومعمقة نبحث فيها عن الفائدة والضرورة للإعلان عن هذا الأخ أو ذاك في المكتب السياسي، وربما في مراحل لاحقة يتم الإعلان أيضا عن إخوة آخرين ممن انتخبوا في هذه الدورة العضوية في المكتب السياسي. الموضوع ليس موضوع بحث عن موقع أو مكان لهذا الأخ أو ذاك، الحسابات هي حسابات المصلحة والفائدة المرجوة من الإعلان أو عدمه لكل أخ وفي كل منطقة. طيب سيد حسام، هل يمكن يعني أن تطلعنا على حجم التغيير ربما في داخل المشهد القيادي في حركة حماس؟ يعني هل هناك تغيير حقيقي مثلا في القيادات أم أن المسألة فيها قدر من التكرار؟ ثم كان ملاحظ في المشهد القيادي الحمساوي غياب المرأة ربما، يعني الأسماء التي ذكرت أو في تاريخ حركة حماس لا يوجد ذكر للمرأة، هل هناك وجود للحركة النسائية في المشهد القيادي؟ يعني أولا التغيير الأكبر والأبرز وهو لا يمكن إنكاره هو تغيير رأس الهرم ورئيس المكتب السياسي. أما إذا تحدثنا عن أعضاء المكتب السياسي وعن أعضاء مجلس الشورى أنا أؤكد لك أن هناك تغيير بنسبة معقولة ومعقولة جدا، وهناك وجوه جديدة وحتى أجيال جديدة دخلت في عضوية الشورى وفي عضوية المكتب السياسي. موضوع المرأة لا شك أنها موجودة وحاضرة في مختلف فعاليات و مؤسسات الحركة خاصة على مستوى المناطق سواء في الضفة أو في غزة أو حتى في الخارج، وفي كثير من مجالس الشورى في بعض هذه المناطق أيضا المرأة موجودة. على مستوى المكتب السياسي حتى الآن ليس في هذه الدورة فقط بل حتى في السابق لم تكن موجودة، ونعتقد أن هذا يعني خلل لابد أن يتم يعني مراجعته والتغلب عليه في المراحل القادمة. نحن نؤمن بأهمية المرأة ودورها وهي كما قلت عمليا على المستوى العملي وعلى مستوى التحرك السياسي والجماهيري كانت وما زالت موجودة في كل مناطق وفي كافة أسر الحركة حركة حماس، بقي بالفعل أن تصل إلى هذه المواقع وإن كانت اللوائح طبعا ليس هناك شيء يمنعها من الوصول، لكن أعتقد لابد من يعني مراجعات داخلية للوائح والأنظمة وآليات الانتخاب وربما كي تصل المرأة لهذا الموقع، على اعتبار أننا نريد كحركة بالفعل أن نكون حركة الشعب وحركة الجماهير، وهذا يتطلب بلا شك وجود المرأة في مثل هذه المواقع الأولى للحركة. طيب أرجو أن تبقى معنا سيد حسام. دكتور أحمد، يعني هل لاحظت أن هناك تطور فعلا لدى الحركة في آليات ضمان تمثيل حقيقي لهذه المناطق الجغرافية ولهذا الامتداد الجغرافي الكبير
في الخارج وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك السجون؟ حقيقة المتابع للمشهد الانتخابي لحركة حماس لا بد له أن يعني يقدر عاليا هذا الجهد الذي بذل من أجل تمثيل الشعب الفلسطيني بجغرافيته المختلفة. عندما تتابع الانتخابات وترى أن السجون ممثلة قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، والشتات أيضا موزع بطرق مختلفة ومن قارات العالم المختلفة، واضح أن هذه الحركة بذلت جهدا كبيرا من أجل الوصول إلى هذه الصيغة ومن أجل هذا التمثيل، وهذا ظاهرة صحية بالتأكيد. لكن يبقى التحدي القائم، كيف يمكن لهذه النتائج ولهذا التمثيل أن يترجم إلى فعالية عملية لهذه القطاعات؟ حقيقة نحن على مستوى الحركة الوطنية الفلسطينية بعد أن عادت منظمة التحرير بعد اتفاقية أوسلو إلى الداخل، تركز الفعل الوطني والفعل المقاوم والفعل الجهادي في الضفة الغربية وقطاع غزة وهمش دور الشتات، بينما كان قبل ذلك الشتات هو الذي يحمل على كاهليه الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة. لذلك أعتقد أن هنالك تحدي كبير أمام الحركة، وكيف تبذل جهدا جديا من أجل إعادة تفعيل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الشتات وإعادة تأطيره بطريقة طبعا مع مراعاة خصوصية المناطق وخصوصية الدول والأقاليم التي يعيشون فيها، ولكن بشكل يجعل من هذا الكم يحوله إلى طاقة نوعية ضاغطة على الاحتلال ومن أجل إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية والمشاركة الفاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية. طيب سيد حسام، يعني لابد ونحن نتحدث عن هذه الانتخابات أن نسأل سؤال مهم وطرح من قبل وربما سيطرح كثيرا، أين هو مصير رئيس الحركة السابق في المشهد القيادي للحركة؟ لأن الحركات الفلسطينية ربما وربما الدول العربية في المنطقة غير معتادة على تسليم قيادي بهذا الشكل. هل هناك موقع معين سيستلم رئيس المكتب السياسي في الأيام القليلة القادمة؟ يعني اولا قدرنا في حركه حماس ان ناتي بغير المعتاد ربما على الساحه الفلسطينيه وحتى على الساحه العربيه، ونحن سعداء بذلك رغم انه تحدي كبير، لكن نحن جاهزون له ولتبعاته ان شاء الله. الاستاذ القائد الكبير خالد مشعل ابو الوليد وان كان ترك موقعه القيادي من حيث التنصيب لرئيس الحركه، لكن بلا شك ان دوره في حركه حماس ودوره في القضيه الفلسطينيه ككل سيبقى حاضرا وقائما وموجودا. وانا من خلال خبرتي ومعرفتي وقربي من الاخ ابو الوليد لا شك انه سوف يقدم في المرحله القادمه يعني انجازات واضحه ومباشره في القضيه الفلسطينيه، وستكون له بصمته المختلفه عن كونه على راس الهرم في حركه حماس، لكن خيره وفضله وعطاؤه لن نعدمه نحن في حماس، بل ولن تعدمه الساحه الفلسطينيه ككل او المشروع الوطني الفلسطيني يعني بكافه جوانبه وكافه مجالاته باذن الله. طيب سيد حسام، يعني لابد من الوقوف على مساله التحديات الاخرى امام الحركه سواء على المستوى الداخلي في الحركه او على المستوى الداخلي الفلسطيني ثم الاقليمي والدولي. يعني هناك تحدي غزة والحصار، هناك تحدي المصالحة، هناك تحدي العلاقات الدولية. كيف ستتفاعل القيادة الجديدة وما هي خطتها للتعامل مع هذه التحديات؟ يعني أولا أنا أعتقد وأفترض أنه خلال فترة قريبة يعني سيكون هناك حضور وظهور للأخ أبو العبد رئيس المكتب السياسي للحديث عن ماذا بعد. لكن من حيث المبدأ أنا أقول لا شك أننا في هذه الدورة الجديدة وبعد هذه الانتخابات القيادة التي انتخبت الآن سوف تكمل وتعمل تراكمات على ما تم في المرحلة السابقة في كل الملفات التي تفضلت بها. سيكون الملف الفلسطيني الداخلي بلا شك أنه على رأس الأولويات، نحن معنيون كما كنا دوما، لكن ربما الآن نرفع من يعني وتيرة تدخلنا واهتمامنا وتحركنا في الشأن الفلسطيني الداخلي للوصول إلى حد أدنى من التوافق الفلسطيني بين الجميع لمواجهة هذا الاحتلال. وربما نلاحظ أيضا يعني مزيد من العناوين في داخل قيادة الحركة المهتمة أكثر بوضع الداخل الفلسطيني والعلاقات الوطنية الداخلية. مشكلة قطاع غزة وهم الحصار وإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة أيضا ستبقى على رأس الأولويات، خاصة مع وجود رئيس الحركة من المنتخب من قطاع غزة نفسها. العلاقات الإقليمية والدولية
أنا أعتقد أن الوثيقة التي أصدرتها الحركة قبيل الانتخابات ربما تشكل رافعة لها في التحرك على المستويات المختلفة، وربما بعض الأطراف ترى في تغيير القيادة خاصة على مستوى رأس الهرم فرصة لإعادة النقاش أو الحوار أو مراجعة علاقاتها مع الحركة، وربما هذا يفتح لنا أبواب جديدة بإذن الله عز وجل على المستوى الإقليمي وحتى الدولي. أشكرك حسام بدران القيادي في حركة حماس، كان معنا عبر سكايب من الدوحة. عودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني هل انتخاب هنية ومن قبله السنوار، طبعا ومعروف خلفية السنوار العسكرية، يعبر عن توجه لدى الحركة بحصر القيادة، قيادة الحركة، باعتبار أن ذلك أولوية وأهمية وربما يخدم مشروع التحرر، يخدم مشروع التحرير، أن تكون القيادة في قطاع غزة وذات توجهات معينة وتغلب عليها التفكير في المقاومة والمقاومة المسلحة، وتقلل من أهمية الخارج وتهمش ربما العمل السياسي الدولي؟ هو من حيث الواقع هو لم تصبح قيادة الحركة أو غالبية قيادة الحركة في قطاع غزة، يعني من خلال الاطلاع على آلية الانتخابات واللوائح التي تحكم الانتخابات، هو موزع حسب الكتل السكانية الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية. الإضافة الجديدة هي أن أصبح رئيس الحركة موجود في قطاع غزة المحاصر، وبالتالي ليس هنالك تغيير في ثقل الوزن القيادي للحركة. لكن أثيرت ضجة كبيرة بعد انتخاب السنوار بالتحديد. أنا أعتقد أن الضجة هذه لا ينبغي على الفلسطينيين، ليس فقط على حركة حماس، الخضوع خاصة أن الضجة أثيرت بشكل كبير من الإعلام الإسرائيلي، لأنه في تصنيف قيادة حركات المقاومة يصبح هنالك محاولة، يجب أن نسلط الضوء على تعريف العسكري والسياسي. إذا كان الموضوع موضوع تعريف إرهابي وغير إرهابي، فكل قيادة حركة حماس مصنفة على أنها إرهابية. التفاوت يحدث هنا أنه من الجناح العسكري والسياسي ينبغي أن يكون له علاقة في التأثير على قرار الحركة في الحالة الوطنية ومع الاحتلال، وليس على كيف ينظر الاحتلال. لكن ما تفضلت به مهم، أنه حصر هذه القيادة أو الثقل القيادي إذا جاز التعبير بسبب وجود رئيس الحركة في قطاع غزة المحاصر المتحكم به من خلال معبر وحيد وهو معبر رفح، والمتحكم به من دولة لا تقيم علاقات جيدة مع حركة حماس، بالتأكيد يلقي بظلاله على العلاقات السياسية لحركة حماس، ويمكن أن يشكل خطرا في هذا الموضوع. وأنت تتحدث عن العلاقات، لابد أن أختم بسؤال، هو بعد الوثيقة الجديدة دكتور أحمد والقيادة الجديدة، هل تتأهل حركة حماس لتصبح لاعب حقيقي في المشهد الدولي؟ وهل القيادة الجديدة قادرة على لعب هذا الدور فيما لو أن الوثيقة تدفع باتجاه يعني تقدم حركة حماس سياسيا؟ هل القيادة الجديدة وكونها في قطاع غزة هل ستؤثر على استثمار حركة حماس لإمكانيات الانفتاح الدولي؟ أعتقد لهذا ثلاث محددات أو شروط إذا جاز التعبير باختصار شديد. أولا، أن يكون لدى القيادة الجديدة إرادة حقيقية لاستثمار الوثيقة، وهذا لم يختبر بعد، نحتاج إلى وقت لكي نفحص مدى جدية القيادة الجديدة في التعامل مع ما جاء مع الوثيقة. اثنين، له علاقة بمدى استجابة الداخل الفلسطيني للتطور الحمساوي، وأقصد هنا رئاسة السلطة ومنظمة التحرير. وثالثا وأخيرا أصدقاء حركة حماس الإقليميين ومدى جديتهم في مساندة حركة حماس في الموضوع السياسي من أجل استثمار ما جاء في الوثيقة السياسية. أشكرك دكتور أحمد عطاوني مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، والشكر أيضا لمن شاركنا عبر الهاتف والسكايب خلال هذه الحلقة، وكل الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة. هذا زاهر بيراوي، يستودعكم الله، في أمان الله.